حقاً نشاهدها كل يوم، نشاهدها على شاشات التلفاز يوماً بعد يوم. أخبارها تتصدر الجرائد اليومية، تعددت أفكار تناولها، ومشاهدها في الأفلام المصرية قضية تقليدية، ولكن لم ولن تصبح منسية لأنها قضية وطنية. هي دي البداية، على طول بتكون في أول الطريق، بس الطبيعي إنك بتشوف وشوش، بتعيش حياة فيها السعيد وفيها الحزين، فيها الطيب وفيها الخبيث. عشت سنين في نفس المكان، في بلد كل اللي عاش فيه كان بيحلم بالسلام، أمن، أمان. تاريخ طويل، لكن نهايتهم غيرت واقع السنين والأيام، والحلم بقى مجرد حطام. كان هو ده بطل أول حكاية، محمد. أبوه كان الشيخ عبد الحكيم، وجاره كان أبونا جرجس. كان في ما بينهم عشرة طويلة، حتى وهو صغير كان بيلعب مع مايكل. قد إيه كانت الحياة جميلة ما بينهم، ويا ما اتحكى لهم عن الثورة. قالوا لهم إن الثورة كانت نقطة تحول في حياة المصريين. أجدادهم كانوا أول ناس في المظاهرة ناسيين إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين، بس كانوا بيواجهوا الظلم والاحتلال اللي شافوه على إيد الإنجليز. ساعتها كان في أبطال عمرهم ما ادوا الفرصة إن حد يوقع ما بينهم مهما طال المطار. ودي كانت نقطة التحول. وأقول لكم بصدق، يموت الشيخ عبد الحكيم وأبونا جرجس ويخلونا نترحم على أيام زمان. المسؤولية كلها، لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وهو ده مايكل. أبوه كان دايما بيحكي له عن حرب 73،
وأول لما دخل الحارة بعد الحرب كان المعلم عباس وابنه محمود أول ناس خدوه بالحضن، على الرغم أن ابن دينهم ما كانش رجع من الحرب. وقتها النفس الغريب كان عايش ضعيف وسطهم، وعيونه كانت بترقب زي لسعة العقرب. ودي كانت كاميليا اللي اتخطفت من قدام الكنيسة، زيها زي كتير من البنات، بس هي كانت بتحضر للقداس وسر اختفائها كان معروف. خطيبها كان هو الضحية لأنه كان ضعيف زيه زي محمد، وخلى النفس الغريب يخش ما بينهم ويسيطر على عقله وتفكيره ويصور له إن حرام كفاية مكنش ياخد واحد مننا. حرام لا تدبوها تدبوها، لازم ناخد معانا حرام الدم الدم حسن. في حاجات بينك وبيني تخليك جوه عيني، لو ديني ما كانش دينك او دينك ما كانش ديني، يمكن نزعل شويه يمكن نحزن شويه، لكن في وقت الشده بلاقيك قدام عيني كانت لازم تبقى هي دي النتيجة، نفوس ضعيفة قدر انه يتحكم فيهم ويوقع ما بينهم، وفي اللحظة دي انا دخلت وسطهم، كنت بحاول انقذ اي حاجة عملها النفس الغريب، وزي ما كان في الشر برضو كان في الخير. فرحتهم ما كانتش سيعاهم، أيوة قدروا إنهم يدمروا كل حاجة حلوة كانت ما بين المصريين، مسلمين ومسيحيين، كنايس وجوامع، أطفال وشيوخ، كله بقى سراب، والحلم الجميل بقى كابوس، واقع مرير انطبع على الوجود. ياه
بس الغريب انهم غيروا، غيروا كل المقاييس، دمروا كل الافكار، عرفوا طعم الانتصار، نزلوا في مظاهرة ايد واحدة مسلمين ومسيحيين. ياه، بس انا نسيت اعرفكم بنفسي، انا ما بيني وما بينه تاريخ طويل، ما اقدرش اعيش من غيره ولا هو يقدر يعيش من غيري، او تقدروا تقولوا روحي في ايده وروحه في ايديا، انا مجرد العوبة من العيبه عشان نخش وسطكم، هو ياخد ارضكم وانا اخد خيركم كلكم، بس احنا ما يقسناش وكنا وسطكم في ثورة 25 يناير. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. زمان نحن فوق بقى، اسمعوني لحد انت هتعاملوني كأني مجنون، محدش سمعني ليه؟ ليه؟ ليه دايما بتسمعوا للصوت الغريب؟ الصوت الغريب اللي دمر كل حاجة حلوة فينا، احنا اللي عشنا لحظات التاريخ كان شاهد علينا وهيفضل يشهد علينا، هو ده وقتنا، هو ده وقتنا، دي بلدنا محتاجة كل مسلم ومسيحي يضحي بدمه ليها. آه يا بلد، آه يا بلد، آه يا مصر، ردوا عليا بقى، سيبوا بعض، سيبوا بعض بقى، آه يا مصر، آه يا مصر، آه يا مصر، هيجي اليوم، هيجي اليوم، هو ده وقتنا، هو ده وقتنا، هيجي اليوم اللي هنقف فيه مع بعض، هيجي اليوم اللي هنبقى فيه ايد واحدة، هو ده وقتنا، هيجي اليوم. اللي مش منا فهمنا، مكيدة وغدر هتنكشف، بس هي لعبة كل مرة بيرجع ويحاول ويحاول ويحاول. نبض مصري. يجي يوم بعد السنين وكل حاجة بوقتها، نرجع ونرد دين حاجات كتير من حقها، دي بلادي وأغلى عندي من الدنيا دي كلها، ما كفاية خلاص سكات، العمر فات حسن بقى، لو واحد فينا مات لغيره يوهب ميت حياة، وهيبقى الحب بينا طريقنا للنجاح.
منا خوف وكتير بنبعد بالسنين. دم أول بيغني قلبي من الفرقة للعين يا مصر تعالي.